إذا في عندنا اختلاف أساسي الآن ما بين الكلاسيكال ديجيتال كنترول سيستم وانالوج كنترول سيستم. ايش الاختلافات الاساسيه في الموقع؟ ايش اختار اعطوني اختار ايش الموقع الاختلافات ما بين اول احد اهم الاختلافات السيجنالز اللي موجوده في الكلاسيكال كنترول سيستمز هي انالوج. العربي بنستعمل عادة كلمة شبيه. شبيه يعني شيء بيشبه شيء analog signal. فمن الأمثلة مثلا لما نرسم signal هون analog signal لكن السيجنالز في الديجيتال كنترول سيستم تتذكروا شو الكلمة اللي استعملناها حكيناها المرة الماضية؟ discrete. تمام ديسكريت معناها في لها ليفلز محددة. فكرة الديسكريت أنا بشبهها في فكرة الدرج. لو أنت عندك مجموعة درجات، لو أنا عندي 100 درجة وبدك تحط كرة بدك تحطها على واحدة من الدرجات، هل تقدر تحط الكرة بين الدرجة والدرجة؟ لا. أنت مضطر أنك تحطها على واحدة من الدرجات. فلو إحنا شبهناها بهذا الشكل، هاي هون عندي ليفلز، هدول اسمهم ديسكريت ليفلز. ديسكريت يعني يا بتكون القيمة هون يا بتكون القيمة هون، يا بتكون القيمة هون يا بتكون القيمة هون. هل تقدر القيمة تكون هون؟ لازم تكون إذن على واحدة من الليفلز. في حين أنا لو ممكن تاخذ أي قيمة، يعني ممكن أجي أقول القيمة هاي عبارة عن 5.13562 إلى آخره، لكن هون الديسكريت بدها تكون واحدة أوف نمبر أوف سبيسيفيك ليفلز. فلو أنا مستخدم مثلا عدد البيتس، قديش عدد البيتس مثلا بنستخدمها؟ لو انا مستخدم مثلا 8 بيتس، قديش عدد الليفلز اللي ممكن انا اجيبها ب 8 بيتس؟ 2 قوة 8 اللي هي بتعطيني 256. لو اخذت 2 للقوة 10 بتعطيني 1024 وهكذا. اذا كل اذا هون معناها شو معنى 256؟ انه في 256 ليفلز، بقسمهم ل 256 ليفلز، ما بقدر اجيب ليفلز غير هدول الليفلز، بدهم يكون one of these levels in between. يعني مثلا نفترض لو عندي انا 10 فولت، لو انا عندي سيجنال بتتراوح من 0 ل 10 فولت ومثلتها ب 8 بيتس، كم قديش الليفل بده يكون المستوى ما بين كل ليفل والتالي؟ رح يكون عندي هون 10 على 256 اللي هي قديش تطلع معنا. هذه طبعا هون 10 فولت، قديش انت 10 على 256 حتى تحسبها؟ قديش تقريبا 4 بالعشرة؟ 10 في 10 100 في 1000 0.04 تقريبا، مش هيك؟ تقريبا 0.04 فولت. فالليفلز اللي بقدر امثلهم محدودة، عدد الليفلز اللي بقدر امثلهم محدودة. هذا طبعا بيؤدي لايرور اسمه الكوانتايزيشن ايرور. كوانتايزيشن ايرور لاني انا مضطر السيجنال لما بحولها لديسكريت ليفلز، لعدد ديسكريت من الليفلز، بصير في عندي خطا معين. ممكن السيجنال الاصليه هي هون، شو بدي اضطر اعمل؟ بقربها لهون. اذا السيجنال مثلا كانت هون بقربها مثلا لهذا الليفل وهكذا. اذا هذول الليفلز اسمهم او هذه السيجنالز الريبرزنتيشن تبعتهم ديسكريت، في حين السيجنالز هذول الريبرزنتيشن تبعتهم انالوج. هذا احد الاختلافات الاولى الاساسيه. الاختلاف الثاني الاساسي هي مين بعرف؟ السامبلينج. شو بتأدي؟ ايش السيجنال هون ايش اسمها وايش السيجنال هون اسمها؟ السيجنال هون راح تكون كونتينيوس، وهون السيجنال راح تكون سامبلينج. يعني انا لما عندي انالوج كنترولر في السيستم الكلاسيكال سيستم، في كل لحظه من اللحظات في عندي قيمه للسيجنال، في كل لحظه من اللحظات بعرف القيمه تبعت السيجنال باستمرار.
حين في حين الديجيتال كنترول سيستمز راح يكون في عندي قيمه للسيجنال سامبل، راح اخذ سامبل للسيجنال، يعني خلينا افترض هذه السيجنال الاصليه، راح اخذ سامبل من السيجنال هاي وراح احملها، راح سامبل اند هولد. بعد فتره راح ارد اخذ سامبل من السيجنال هاي وراح اخليها مخزنه عندي، بعد شوي راح ارد اخذ سامبل من السيجنال هاي واخليها مخزنه عندي، راح ارد اخذ سامبل من السيجنال واخليها مخزنه، سامبل سامبل ايش معناها في اللغه؟ عين. فكاني بقول انا في لحظه من اللحظات، في لحظات معينه، في فترات زمنيه محدده، كل ما تمر فتره زمنيه كابيتال تي راح اخذ سامبل من السيجنال وراح امسكها راح اخزنها عندي. هاي العمليه بنسميها سامبل اند هولد. سامبل اند هولد ايش معناها؟ خد عينه وخزنها عندك، خد عينه وخزنها عندك، في حين السيجنال لما تكون كونتينيوس انا في عندي قيمه للسيجنال، عارفه قيمه السيجنال كل فتره من الفترات طول الوقت. لو عندي انا لو كنترولر عندي السيجنال موجوده كل الوقت. ليش اضطرينا ننتقل من هذا السيستم لهذا السيستم؟ ايش اللي خلانا ننتقل من انالوج لديسكريت؟ وبعدين طبعا من ديسكريت لايش بنتقل؟ لاحظوا هون ديسكريت هي ليفلز، بس هل هيك انا بمثلها في داخل البي سي او داخل البيك؟ اذا بحولها من ديسكريت الى ديجيتال، كيف بتصير ديجيتال؟ بتصير مثلا 0010111 مثلا، او بتصير 1010111 الى اخره. هذا الشكل شو صار؟ هذا هذا ديسكريت وهذا انالوج. واضح؟ فاحنا بنقول دائما انالوج ديجيتال، هو فعليا انا محول لديسكريت بالاول. شو يعني ديسكريت؟ يعني بقرر انه هاي السيجنال في لها ليفلز محدده. بعدين انا يعني هو العمليه هي بتتم مره واحده في الاي تو دي كونفرتر، شو بيعمل؟ بحول مباشره هو من انالوج للديجيتال، بس هو فعليا احنا حولنا لمرحلتين، حولنا من انالوج الى ديسكريت ومن ديسكريت الى ديجيتال. والعمليه هاي احنا اذا هون راح نعمل من الكونتينيوس راح نعمل سامبل اند هولد. إذا بدي سامبلينج سيركت تعمل سامبل للسيجنال، وبعدين بعد ما تعملها سامبل هولد القيمة هاي اللي طلعت من هون بعملها ديسكريتايزيشن. ديسكريتايزيشن يعني شو؟ يعني بقرر شو الليفل هو تبعها. وبعد ما أقرر الليفل تبعتها شو راح أعمل؟ راح تتحول الآن لديجيتال. فشكل السيجنال في داخل البيك راح يكون 1s and 0s. هو أصلاً في العالم الحقيقي، شو العالم اللي إحنا متعودين عليه وبنشوفه وبنعرفه؟ الأنالوج. إحنا متعودين على الأنالوج، بس إحنا اضطررنا بسبب وجود الديجيتال سيستمز وكل تعاملنا الان مع الديجيتال سيستمز وكل البروسيسنج تبعنا وكل الكنترولر صارت ديجيتال، انا مضطر احول من انالوج لديسكريت لديجيتال، احول السيجنال. وكذلك انا هنا خلال فتره ما بضل اعمل باستمرار، انا باخذ عينه من هذه السيجنال، باخذ عينه من هذه السيجنال كل فتره زمنيه. شو الرمز اللي استعملناه اللي متذكرينه الاسبوع الماضي؟ كابيتال تي. كابيتال تي هي السامبلينج تايم، يعني انا كل كابيتال تي، وهي طبعا كابيتال تي بدنا نشوف قديش قيمتها، لانه كل كابيتال تي انا شو راح اعمل؟ كاني باخذ سامبل من هذه السيجنال، كاني عمالي بقول انه انا راح اكون مسكر الشطر، في شطر قدامي راح اسكره، راح اشتغل كل الشغل اللي بدي اياه، وكل تي شو بعمل؟ بفتح الشطر باخذ قيمه او بقرا قيمه وبعدين بحافظ على القيمه وبسكر. بعدين بعمل اشياء ثانيه بهاي السيجنال، بحولها لديسكريت والديسكريت بحولها لديجيتال، بعدين بعمل اشياء فيها، وكمان انا عمالي بطلع اوتبوتس مش بس انبوتس عندي، مزبوط؟ هل الكنترول سيستم رح يكون مفيد لو هو كان كله انبوتس؟ اذا شو بدي اعمل انا؟ طول الوقت بدي اخذ انبوتس واطلع اوتبوتس. اذا لما بفتح الشطر تبعتي كل قديش بفتح الشطر تبعتي؟ كل تي بطلع الاوتبوتس تبعتي، طبعا هي بتكون ديجيتال عندي، شو بحولها؟ لانالوج، بعدين بقرا الانبوتس هاي برد بسكر، وخلال فتره في عندي فتره طويله بعالم الكمبيوتر بعالم البي سي فتره طويله تي. اذا كانت 1 ملي سكند او 1 مايكرو سكند مش فتره طويله اللي اخذ منكم بيك، بقدر اعمل كل الاشياء التاليه اللي بدي اعملها، وبعدين لما اكون جاهز مره ثانيه شو بعمل؟ اذا تي هذه اسمها هذه السامبلينج تايم، واختيارها راح يكون مناسب للسيستم اللي احنا بنحكي عنه. ماشي؟ واضح؟ في اسئله؟ هذول اختلافين اساسيين
ما بين كل اللي درستوه في الكنترول كان في الكلاسيكال كنترول سيستمز. شو الكنترولر الاساسي؟ مين بتذكر؟ احنا ما حكيناش عنه بس مين بتذكر شو الكنترولر الاساسي اللي موجود في الكلاسيكال كنترول لما بدي اعمل انتجريتر او ديفرنشيتر؟ شو كانت الوحده الاساسيه اللي كنا نعتمد عليها؟ لو انا بدي ابني كنترولر كلاسيكال كنترولر ابدي اي او دي فيزيكلي، ايش كان الكنترولر؟ الكنترولر بسيط ممكن استخدمه في الانالوج حتى ابني كنترولر. اوب امب، الاوب امب سيركس، مش اخذتوا الاوب امب سيركس؟ وين اخذتوها؟ في الالكترونيكس. بس هلا الناس بطلوا يبنوا كنترولرز باستعمال الاوب امب. كان في شيء اسمه انالوج كمبيوترز، الانالوج كمبيوترز كانوا يستخدموها في الكنترول يقدر يتحكم فيه السيستم ويبني فيه بي و اي دي داخلي. لكن ايش صارت هلا هون الكنترولر الاساسيه؟ اذا هذا احد الاختلافات. كمان هون عندي انا كنت استخدم اوب امبس اوبريشنال امبليفايرز كنترول اليمنت. هون الكنترول اليمنت الاساسي هو مايكرو بروسيسرز او مايكرو كنترولرز. كنترولر كنترول اساسيه، الاوب امبس محدودين بالاشياء اللي ممكن نعملهم فيها، المايكرو كنترول صاروا يسمحوا لي نعمل اشياء اكثر بكثير مشهور. في اسئله على هان؟